أعزائنا المشاهدين، إن الاهتمام بالكتاب بات من مقومات الهوية الوطنية للأمم والشعوب، فالحياة بكل مظاهرها تكون في ظلام متى عزل الكتاب عنها. أعزائنا المشاهدين، نبدأ حلقة اليوم بكتاب أصدرته مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، وعنوانه قضية المنهج في دراسة الأدب قراءات أخرى، من تأليف الدكتور سالم عباس خدادة. يعرض المؤلف في هذا الكتاب آراءه النقدية في 4 أبحاث عن اتجاه القضايا الأدبية المرتبطة بالشعر العربي، وقد تناولها في سياق النقد الأدبي وتحليل النصوص الشعرية، وهي إضافة جديدة إلى المكتبة العربية. صدر الكتاب عام 2019 في 191 صفحة، وكتب تصدير هذا الكتاب الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، وقال في تصديره: كانت أدوات النقد حاضرة في التراث العربي دون تأطيرها في مدارس نقدية أو مناهج واضحة. عندما ظهرت المدارس النقدية وصار لكل مدرسة منهجها الخاص بها، فصار النقد في خط موازن للأدب، وطفت على السطح الآراء النقدية بين المناهج، مما أوجد إشكالية تحليلية ودراسية لدى الباحثين لاحقا، ومشقة في اتباع منهج دون غيره. أعزائنا المشاهدين، بعد أن تحدثنا عن الآراء النقدية اتجاه القضايا الأدبية المرتبطة بالشعر العربي، نأخذكم إلى إصدار آخر، ألا وهو كتاب مسيرتي في التأليف، مذكرات هذه الصنعة، للكاتب ستيفن كينج. وهو كاتب ومؤلف أمريكي ومعيار من معايير أدب الرعب، عرف برواياته التي تندرج ضمن أدب الرعب، وهو حائز على ميدالية مؤسسة الكتاب القومية لإسهاماته البارزة في الأدب الأمريكي. تم بيع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه حول العالم. في عام 1997 قرر الكاتب الشهير ستيفن كينج البدء في كتابه On Writing، المترجم إلى العربية بعنوان مسيرتي في التأليف، مذكرات هذه الصنعة، والذي تناول فيه حياته وحرفته بوصفه كاتبا. خلال العمل على الكتاب وقع له حادث خطير أقعده لفترة عن الحركة، وخلال الأشهر التالية التي تابع فيها الاستشفاء استأنف العمل على الكتاب، لتتحول الكتابة في هذه الفترة إلى عملية الإنقاذ الحقيقية والملهمة لحياته بوصفه كاتبا وإنسانا. الكتاب منشور باللغة العربية من ترجمة أوليغ عوقي، ويتكون من 296 صفحة. أعزائنا المشاهدين، ومن مسيرة ستيفن كينج في التأليف وأسرار كتاباته، نأخذكم إلى أحاديث من مطبخ الكتابة ومحاولة الكاتب أحمد خالد توفيق لكشف أسرارها في كتابه اللغز وراء السطور، أحاديث من مطبخ الكتابة. أحمد خالد توفيق هو طبيب مصري لقبه جمهوره بالعراب، ظل لسنوات طويلة متربعا على عرش الأكثر جماهيرية وانتشارا ومبيعا في مصر والوطن العربي، منذ دشن سلسلة الجيب الشهيرة ما وراء الطبيعة في عام 1992 وبطلها الدكتور رفعت إسماعيل. يقدم الكتاب خلاصات وافية لخبرة المؤلف ورحلته مع عالم الكتب والكتابة والمؤلفين الذين أحبهم والأعمال التي قرأها. ويكشف الكاتب الجماهيري أحمد خالد توفيق بمختاراته النصية المحببة إلى قلوب الشباب وأسلوبه السلس أسرار وكواليس ما أسماه مطبخ الكتابة في كتابه اللغز وراء السطور، الذي صدر عام 2017 ويتكون من 232 صفحة. أعزائنا
المشاهدين، وبعد أن تحدثنا عن أسرار الكتابة نأخذكم إلى إصدار جديد بعنوان السندباد الأعمى، أطلس البحر والحرب، للروائية الكويتية بثينة العيسى. وتدور أحداث الرواية حول حادثة عرضية تشكل تحولاً جذرياً ونهائياً لمصائر شخصيات كانت تتسم بالاكتراث والحلم والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخ لا تشبه بداياتها أبداً، كما أنها رواية عن الحب والصداقة والخيانة والالتزام السياسي والحرب وسقوط الشعارات. بثينة العيسى كاتبة كويتية حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وصدر لها روايات كثيرة منها تحت أقدام الأمهات، قيس وليلى والذئب وكل الأشياء، وهي عضو في رابطة الأدباء الكويتية وقد حازت العديد من الجوائز. مشاهدينا الأعزاء، وبعد أن استعرضنا معكم رواية السندباد الأعمى ورأينا ما تحويه من مشاعر الحب والصداقة والخيانة والتناقضات في عالم فقد نقاءه إلى الأبد، نجول بكم مع إصدار جديد، وهي رواية أحببت هذا الرجل للكاتبة رانيا كمال، وتعد تناولا للواقع الأنثوي بشكل جديد متماشية مع الواقع وتغيراته، ومؤكدة في روايتها على أن الحب هو أهم الحلول للأزمات، فحين نفقد الحب بعد الزواج ويقل الاهتمام ونبحث عن الأسباب لنجد في بدايات البحث أن طرفا يحب ويتمسك بالآخر وطرفا آخر لا يبالي، ومع وجود الفتور في العلاقات الزوجية أصبح الطريق السهل لحلها هو الانفصال، وما زالت هناك حلول أخرى وهي الحب. وقد تأثرت رانيا كمال في كتاباتها بالواقع الصعيدي الذي نشأت فيه، فاكتسبت طابعا مختلفا ومميزا. مشاهدينا الأعزاء، الكتاب هو الصديق النافع الذي يتعلم منه الإنسان كل شيء في حياته، ويزيده معرفة وثقافة لكي يكون على دراية بما يحدث من حوله. إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم من جديد، وصدق من قال: خير جليس في الزمان كتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.